مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشرتنا الرياضية، والبداية بالرابطة المحترفة الأولى. الموعد اليوم مع المباراة المتأخرة من الجولة التاسعة التي تجمع في ملعب حمادي العقربي بيراتس الترجي الرياضي التونسي بفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين. الترجي صاحب صدارة المجموعة الثانية مع اليوسمو، عنده مزوز 22 نقطة. يستقبل اتحاد تطاوين صاحب المركز السادس اللي عنده 6 نقاط. الترجي عمل 7 انتصارات وتعادل وحيد. التعادل الوحيد هذا كان ضد اتحاد تطاوين في مباراة الذهاب 1-1. الاتحاد الرياضي تطاوين في المقابل عمل انتصار وحيد الموسم هذايا وخارج ميدان، وعمل 4 مباريات 4 هزائم، وكان غير المدرب نتاعو محمد علي معالج اللي خذا مكان وجدي بوعزي. اليوم اول مباراه بقياده محمد علي معالج. تشكيله الترجي باش تشهد غياب 3 ملاعبيه، بن حموده، غشا اللي باش يغيب شهر، وغيث الوهابي. بالنسبه للفكتيف نتاع الاتحاد الرياضي بتطاوين فانه كامل، كان تحول بدا ستاج في تونس منذ تقريبا اسبوع وهو كامل حاضر جاهز للمباراه هذه، المباراه الخامسه نتاع العشيه في ملعب حمادي العقربي بيراد بقيادة الحكم أسامة بن إسحاق، وبشكون منقولة على القناة الوطنية الأولى. غدوة أيضا ثم مباراة متأخرة أمام الحساب الجولة 11 الخامسة متاع العشية. النادي الإفريقي يستقبل في ملعب حمادي العقربي بيراتس النجم الرياضي الساحلي. بالنسبة للنادي الإفريقي محمد أمين الحمروني لاباس وبش يكون جاهز، وعلى ذمة الإطار الفني للنادي الإفريقي غاث صغير ثم شكوك حول مشاركته بعد ما مازال يتعافى من الإصابة متاعه. يمكن الإطار الفني خير كونه ما يخوش به ما يجفس به ويخليه للمباريات الجاية. بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي زوج غيابات مؤكدة، غفران النوالي وأصيل الجزيري. مباراة هذه غدوة خمسة متاع العشية منقولة على قناة الكاس 1. وديما مع الإصابات المرضية في النادي الرياضي الصفاقسي، الظهير الأيمن محمد صالح المهذبي باش يغيب لفترة شهر ونص بعد تعرضه لإصابة عضلية. في كرة اليد الموعد اليوم مع الجولة 17 لبطولة النخبة، الأربعة متاع العشية بعث بن خيار يواجه النجم الرياضي الساحلي. سبورتينغ المكنين يواجه النادي الإفريقي. شيبة الشيحية تستقبل الترجي الرياضي التونسي. الاتحاد التميمي يواجه نصر طبلبة، ونادي جمال يلتقي النادي الهلالي. الخمسة متاع العشية مكارم المهدية يواجه نادي ساقيت الزيت، وهذه المباريات المنقولة الوحيدة منقولة تلفزيون بشكون منقولة على الوطنية الثانية بداية من الخمسة متاع العشية، في حين المباريات الأخرى الكل تبدأ الأربعة منقولة على اليوتيوب. أعلن رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم محمد بويكسي أنه مسابقات الدوري وبقية الأقسام، الدوري نحكي على السوبر ليج وبقية الأقسام والدرجات، باش يتم استئنافها الثلاثة الجاي الأسبوع القادم نهار 19 ديسمبر. نذكروا كونه تم إيقاف البطولة وتعليق النشاط كل البطولات والأقسام بعد حديث الاعتداء لرئيس نادي أنكارا جوجو فاروق كوكا على الحكم خليل أموت ميلر بعد مباراة فريقه ضد ريزي سبور. الحكم غادر المستشفى والرئيس مازال في الحبس، ولكنه قدم استقالته من رئاسة نادي أنكارا جوجو. أعلنت وسائل الإعلام بريطانية كون مدرب نادي رينس الفرنسي ويل ستيل قد التقى بمسؤولي نادي ساندرلاند الناشط في الشامبيونشيب، وعرض عليهم مشروعه وفكرته من أجل قيادة فريق ساندرلاند إلى العودة إلى البريمير ليج. ساندرلاند يحتل المركز السادس في الشامبيونشيب بعد مرور 20 جولة. المركز السادس هذا يخليه يلعب برج بأنه زوز لاني في الشامبيونشيب يتعداو ديريكتومون للبريمير ليج، والأربعة الآخرين يلعبوا برج. وإلى حد الآن فريق ساندرلاند في المركز السادس. ويل ستيل حكايته غريبة عرفوها الناس كل عمره 31 سنة، كان لاعب متواضع جاي من الفوتبول مانجر، بما أنه واحد من الناس المهووسين بلعبة جو فيديو فوتبول مانجر كيفه كيف خوه اللي وساعد معه في فريق رينس، وكان قاد فريق رينس عمناه والعمل باركور متاع 19 مباراة بدون أدنى هزيمة، وتوا مبدئيا عنده مشاكل مع فريق مسؤولي فريق رينس، بما أنه في الميركاتو الشتوي برشا ملاعبية باش يغادروا يلعبوا منتخبات بلدانهم في كأس إفريقيا، والفريق حتى التوا رافض كونه يقوم له بانتدابات في الميركاتو الشتوي. الموعد الليلة مع الدفعة الأخيرة من الجولة السادسة للتشامبيونز ليج الأوروبية، برشا مباريات فيهم اللي فيهم مهمة وفيهم الليلة. نبدأ بالمجموعة الخامسة، حسم الأمر وبقية الصدارة. الصدارة باش تعاركوا عليها زوج فرق اليوم، أتلتيكو يتعاركوا ليه رياضيا يتنافسوا عليها أتلتيكو مدريد ولاتزيو روما. المباراة التسعة متاع الليل لاتزيو يلزم يربح باش يكمل الاول، واتلتيكو مدريد يكفيه التعادل باش يكمل الاول بما انه عنده 11 نقطه. لازيو عنده 10 نقاط. المركز الثالث فينورد اللي يواجه سيلتيك 9 تاع الليل. فينورد متاكد من كونه باش يخوض براج لوروبا ليغ، وسيلتيك غادر المسابقات الاوروبيه بما انه عنده نقطه واحده في المركز الرابع.
المجموعة السادسة هي اللي فيها برشا فرجة. اليوم ثلاثة فرق يتنافسوا على مكان في الشامبيونز ليج في الدور الثمن النهائي من الشامبيونز ليج. نحكيوا على البي اس جي، على نيوكاسل والميلان. شنو الوضعية الحالية؟ بوروسيا دورتموند مترشح في كل الحالات الى الدور الثمن النهائي من الشامبيونز ليج، ويواجه باريس سان جيرمان في السيجنال ايدونا بارك. في سان جيمس بارك نيوكاسل يستقبل الميلان. بي اس جي باش يترشح، شنو يزمو يعمل؟ يزمو يا اما يربح او يتعادل، ولكن وقت اللي هو يتعادل يلزم نيوكاسل ما يربحش الميلان، يعني يخسر والا يتعادل زادة هو. بيدو في سان جيمس بارك كما قلنا التسعة متاع الليل نيوكاسل يواجه الميلان. نيوكاسل الفوز يكفيه للمرور، والا يلزم زادة بليتو مش فوز فقط، يلزم هو يربح ويلزم بي اس جي تتعادل او تنهزم. وباريس سان جيرمان باش كما حكينا شنو اللي يلزم يعمل. بالنسبه للميلان هو اصعب وضعيه، بما انه يلزم يربح ويلزم يستنى هزيمه البي اس جي باش يمر الى الدور الثمن النهائي. مجموعة السابعة مباريات بتاع مباريات ودية. الزفيرنا زفيزدا يواجه مانشستر سيتي 7-4، ولايبزيغ يواجه يونغ بويز السويسري. مانشستر سيتي 15 نقطة تأهل، لايبزيغ 9 نقاط تأهل. يونغ بويز السويسري باش يلعب براج لوروبا ليغ، وزفيرنا زفيزدا يغادر المسابقات الأوروبية بما أنه في المركز الرابع عنده نقطة واحدة. في المجموعة الثامنة والأخيرة مباراة مهمة جدا تجمع في الدراغاو بورتو بشختار دانييسك. شختار دانييسك وبورتو عندهم الزوز 9 نقاط، الزوز في المركز الثاني، ولكن بالنسبة لبورتو باش يتعادل يلزم يربح أو يتعادل، بما أنه كان فاز في الذهاب على شختار دانييسك 3-1 خارج ميدانه. وبالنسبة لشختار الطريق الوحيد من أجل المرور إلى الدور الثمن النهائي هو الفوز على بورتو الليلة في الدراغاو. بالنسبة للبارسا عنده 12 نقطة تأهلت، ورويال أنتويرب بالطبيعة عنده 0 نقاط، ما ربح حتى مباراة وما عمل حتى نيول، غادر المسابقة الأوروبية. النشرة هذه كل أخبارنا الرياضية تلقاوها على موقعنا موزايكا فام بوانيت.